لكي تعرف كيف تعلم طلابك، عليك أن تعرف أنواع المتعلمين المختلفة، وأن كل فرد وكل طالب لديه طريقته المختلفة لتصل المعلومة إليه. سمعي، يتعلم ما يسمع. حركي، يتعلم ما يفعل. مرئي، يتعلم ما يراه. المدون، يتعلم ما يكتبه. المسترخي، يتعلم عند الاسترخاء. المتعلم بالضغط، يتعلم عندما يشعر بالضغط النفسي. الناسخ، يتعلم مما ينسخه أو يقلده. المعلم، يتعلم بتعليم غيره. الواثق، يتعلم مما يسمع ممن هو ثقة. ريكسونا، اتحرك أكتر. نفهم، نتعلم ببساطة.